وثائقي، من يمتلك الإنترنت؟ هل تساءلت يوماً من يمتلك الإنترنت؟ من المؤكد أنك مستخدم لشبكة الإنترنت، وأنك تمتلك جهازاً واحداً على الأقل تدخل من خلاله الشبكة العنكبوتية. فهل تبادر إلى ذهنك يوماً ما سؤال من يمتلك الإنترنت؟ الجواب شيء من إجابتين، الأولى هي أن الشبكة يمتلكها أكثر من شخص، والثانية أن الشبكة لا يملكها أحد، فأيهما هي الإجابة الصحيحة؟ هذا ما سوف تتعرف عليه معنا في هذا المقطع. من يمتلك الإنترنت؟ إذا كانت نظرتك للإنترنت أن هذه الشبكة ذات كيان منفرد، هنا ستكون الإجابة المنطقية بأنها ليست ملكاً لأحد، لكن الواقع يقول إن هناك عدداً من المنظمات التي تتولى بنية هذه الشبكة وطريقة عملها، لكن لا تملك الإنترنت نفسه ككل، والشبكة العنكبوتية ليست ملكاً لأي حكومة أو أي شركة، لأنها مثل الهواتف الذكية ليست مملوكة بشكل كامل لفرد واحد فقط. هذه إجابة منطقية إذا افترضنا أن الإنترنت كيان منفرد، لكن الواقع أن هناك الآلاف من المنظمات والأفراد يشتركون في ملكية شبكة الإنترنت، حيث إن الشبكة العنكبوتية تتكون من عديد من الأجزاء والقطع، وكل واحدة منها يملك قطعة ويتحكم في جودة التصفح. ورغم هذا فكل هؤلاء لا يمتلكون شبكة الإنترنت، بل كل ما يستطيعون فعله هو تحكم جزئي في تجربة تصفحك. كيف تعمل شبكة الإنترنت؟ إن الجسم الفعلي لشبكة الإنترنت والذي يسمى The Physical Network هو المسؤول الأول عن الحركة المرورية بين الأنظمة المختلفة للأجهزة، وهو عمود فكري لشبكة الإنترنت. ونجد الوكالة الخاصة بمشاريع البحوث المتقدمة والتي تسمى Advanced Research Project Agency Network ARPANET كانت هي المسؤولة عن هذه الحركة، لكن في الوقت الحالي هناك عديد من الشركات العظيمة هي من تتولى تزويد الشبكة بالكابلات التي هي العمود الأساسي للشبكة العنكبوتية، وهناك شركات عملها هو القيام بتزويد خدمة الإنترنت، وهي تسمى Internet Service Provider ISP، وهي المسؤولة عن دخول أي مستخدم إلى شبكة الإنترنت، وهناك قائمة بالشركات التي تتولى هذا، ومن بين هذه الشركات مزودو خدمات الإنترنت، مزودو IPM، مزودو سبرنت، مزودو كويست، مزودو AT&T، مزودو يويونت، مزودو ليفل 3، مزودو فيريزون. ثم يأتي بعد ذلك دور الشركات الصغيرة والتي تعمل في مجال الإنترنت، وهي تتكون من مجموعة أفراد والذين يشتركون في امتلاك اثنين من مزودي الإنترنت، ومع ذلك فإن هذا لا يشكل جزءاً كبيراً من الشبكة العنكبوتية. ومثال على هذه الشركات شركة كيبل وشركة DSL، وهي شركات تقوم بما يسمى بعملية الميل الأخير، وتعتبر هذه العملية هي المسافة الأخيرة قبل الدخول إلى الشبكة، ولا نستطيع أن نغفر دور ما يسمى نقاط التبادل لشبكة الإنترنت، وهي التي يطلق عليها Internet Exchange Points IXPS، وتعتبر بالفعل من أساسيات شبكة الإنترنت، وهذه تقوم بعمل الوصلات المادية الرابطة بين جميع الشبكات حتى يتم تبادل البيانات بشكل صحيح. ومثال على هذا يتم تقديم مزود الإنترنت من خلال فيريزون وسبرنت وAT&T، وهؤلاء جزء مهم في بنية الإنترنت التحتية، حيث إن الثلاث شبكات ليست متشابكة في الأصل، وإنما تتصل ببعضها البعض بنقاط تبادلية، والجدير بالذكر أن هناك كثيراً من المنظمات والشركات تربح بسبب هذه العملية التبادلية للنقاط. وخلاصة موضوعنا عن من يمتلك الإنترنت تقول إنك مالك مشترك للشبكة العنكبوتية لأنك جزء منها. أجل لا تتعجب عزيزي المشاهد، فهذه المنظومة لا تكتمل إلا بك. إلى هنا تنتهي رحلتنا لهذا اليوم، نتمنى أن تشارك المقطع مع أصدقائك. شكرا لكم على المشاهدة، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الإعجاب به والاشتراك بالقناة.